بدري شويه، لكن هسه بقولها لك بطريقه احتراميه. ليه؟ ما خوفا، بس احتراما للناس اللي قاعدين ديل في قصاد عين بتكرم 100 عين، ما تلعب بذنبك. وقلت لك قبل كده، قلت لك ان غيرت في اليوم مرتين لو غيرت بس، انت قبل ما تمرق الناس عارفين انك لبست شنو، ودي امشي فتشها من الحراسه حقتك يا ود الخال. صورة دي ما داري فيها لعب، وما في زول يعمل له صفحه، ها زول يعمل له صفحه ويخون بها الناس. انت لو بتخون ما ممكن تجيب ود الصادق المهدي في الصوره دي، ما ممكن تجيب الاحزاب السياسيه في الصوره، ما ممكن تجيب المجلس العسكري في الصوره، ما ممكن تجيب الحركه الاسلاميه في الصوره، ما ممكن تجيب ميليشيا الحركه الاسلاميه والعباده الجماعيه الابادت في جنوب السودان وفي شرق السودان وفي وسط السودان والاعتصار في القياده العامه، تجيب حاضنه للثوره وللسلام وتكره انه انا اللي بتكلم برا ده. انت كذاب، انت ما ثوري، انت كذاب، لانه شعننا وشعن زينا احسن من الناس اللي هسه موجودين بيكتلوا في الناس. هسه رايك شنو؟ احسن زنون ولا احسن حميدتي؟ كده بس بالبارده كده، رايك شنو انت؟ زنون ده هو كان خاطي كتف بكتف مع منو؟ الاسم مع الترابي، ود الترابي، ايوه ود الترابي، ايوه كيف؟ وحميدتي شنو؟ حميدتي ولد ود الترابي، كيف دي؟ احل عليك، قال عثمان محمد طه 200 يا علي تكبر تشيل حمي، انت فهمت القصه؟ طيب وعلي عثمان محمد طه ولد، ها جاء مسك اولاد منو؟ اولاد ابوه، رباهم اولاد الترابي ديل، الميليشيات دي مع السيسي الترابي وصادق المهدي، وجعل عثمان محمد طه اعوى الحركات دي، اعوى الميليشيات دي كلها. ولما انفصلوا في بعضهم اختلفوا مع عمر حسن احمد البشير، قال عثمان مسك بطيره ومسك المجاهدين وخلى لعمر البشير وناسه ديلك، ها خلى لهم الدعم السري، قال لهم والله يا اخي انتوا الشغل اللي شيلوه براكم، مين ما علي الحاج فال المانيا سلموا طريق الانقاذ الغربي 96 97 98 الخلافات. وانت لو ما عارفك مواطن سوداني اسال، بنوريك، تعال في الخاص بنديك تيت كله، بنديك انه هو ذاته الحل في عمر الخلة حميدتي يجي شنو؟ حميدتي ده كيف؟ حميدتي ده ما جا ساكت. الصفقة التمت بين موسى هلال وعمر حسن احمد البشير، ها؟ ورئيس المخابرات محمد العطا، كويس؟ واخونا ديفي ابنه رئيس جمهورية تشاد، زواجه لما يتزوج بنت موسى هلال ب 26 مليار ولا ب 26 مليون دولار كاش، مقدمة في طبق، دي كانت مصلحتها بتاعت منه. وليه المرة ذاتها قعدت معاهم؟ هما الشغل كله مربوط مع بعضه، أنا عشان أوريك. الشغل كله مربوط مع بعضه. مرة يتزوجها ب 26 مليون دولار كاش مهر. و 26 مليون دولار دي تعمل طرق، ها ممكن تسفلت طريق كبير كده تسفلت، او ممكن تعمل يعني مشاريع زراعيه على مستوى نجمينا، على مستوى العاصمه القوميه المثلثه في نجمينا. 26 مليون دولار في زمنها يعني كم مليون فرنك السيفاء دي اندفعت، خليك من التيران، خليك من اي حاجه، خليك من البيوت، خليك من الفنادق، خليك من اليخطاط، خليك من مشوار دبي وسحر الليل وماليزيا والاغمار البتاع، وبعد الشهر طلعها. طيب اذا حميدتي ماشي صح ماسك موسى هلال ليه؟ ما انا داير اعرف يعني. اذا حميدتي ماسك موسى هلال لعباده الجماعيه، مفروض يدخل الدعم السريع ده في داخل الجيش السوداني. ماسك موسى هلال ليه؟ وليه مرق موسى هلال من السجن وخطى في بيته وتحفص عليه؟ وأين عمر البشير الآن؟
هل في صحفي مشى زار عمر البشير في ولا في منظمه زارت عمر البشير وادوا لها السجن قبل الزياره بساعه او بساعه ونص؟ الاسئله دي الاجابه عندكم انتم ناس الدعم السريع، ها، ونشطاء الدعم السريع ومصفقيه الدعم السريع، كلكم دايرين اجابه ودايرين اجابه من السوار. نرضى كلنا مع بعض، ما في حاجه اقول لا احنا كقرابه نتوحد ونخلوا الجعلين، ده كده ده واحد. ما في حاجه اسمها والله يا اخي نحن نجي والجنجويد ده نحن ما دايرين انه يكونوا في داخل الجيش، وهو ده برضه كذب. ما ممكن نحن نجي وما دايرين قوات بوسينه ديل تكون في داخل الجيش، برضه كذب. ما ممكن السلام يجي وما دايرين الدفاع الشعبي ده يترجع في داخل الجيش، ده كله كذب. احنا دايرين في الجيش السودان دايرين 10 مليون جندي. رايكم شنو انتم؟ 5 مليون دايرينه. بتجوا انتوا هسه 5 مليون؟ ما بتجوا 5 مليون، معناته لسه احنا دايرين كثير. دايرين كثير. اول ما يتم السلام واتفاقيه السلام يجب قفل اثنين حدود رسميا. حدودنا بيننا وبين جمهوريه مصر العربيه تتقفل لمده 3 سنوات. بيننا بين جمهوريه تشاد وافريقيا الوسطى دي مش تتقفل، تتبني سور ويفتح لها 3 ابواب فقط. ليه؟ ايوه ليه ما دارين زحفي راوي؟ ما زحف سهراوي، زحف الرعاوي، عشان ما تركب بعبلك تيجي تسرع بينا وتقعد بجاي نصها فرنسي ونصها عربي. ما دايرين كلام زي ده. نقفل الحدود دي نقفلها بسيرك شايقي نخسر 300 مليار دولار نقفلها. لكن قبل الكلام ده، عشان قبل الكلام ده كله لازم نرفع اسم السودان من قائمه الدول الراعي للارهاب. نتحد كلنا ونجيب كويس ونجيب امريكا دي ذاتها، نحط يدنا مع امريكا ومع اسرائيل ذاتها اذا كان بس نحن دايرين مصلحتنا. يعني الليله انت لاحسد داير مصلحتك، عسي مصرين اللي بيكوركوا فينا ديل، والسودان داير يعمل علاقه مع اسرائيل ويبزع السودانيين يا باشا وماشيين عندنا على النيل وعندنا القراص الاسلاميين، الاسلام راح وعين الخونه ومر. طيب سؤال 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 سؤال، السفاره الاسرائيليه القاعده، ها القاعده في مصر دي قاعده 50 سنه، ماله؟ انتوا ما خونا؟ انتوا ليه طيب انتوا ما الازهر عندكم هناك؟ انتوا ما الازهر ذاته؟ نحن ما في زلمه يقول لنا انتوا بتطبوا مع اسرائيل ما بتطبوا، انت ما عندك معنا شغله، نطبي مع اسرائيل، نحن ما عندنا عداوه مع اي دوله، دايرين دولتنا نكون زي القمر. ما عندنا قضيه بزوم. ما عندنا معك شغله. الدين انت ما بتفوتنا منه، الاسلام انت ما بتفوتنا في الاسلام، ما بتفوتنا في اي شيء. يبقى انه معناته الدوله دي يجب ان تعمل علاقات مع كل الدول اللي بتوديها لقدام، ودايرين ندي الشركات الامريكيه عشان امريكا ما تكون ضدنا وتدمرنا زي دمرت البرازيل. لازم ندي الشركات الامريكيه استثمارها في السودان بنسبه 80%، وتحت اي رعايه الاتحاد الاوروبي والدول بتاعت الاتحاد الاوروبي تاخذ سب كونتراكت من الشركات الامريكيه عشان امريكا تكون هي تزرع وتنقب البترول واليورانيوم والمغنيسيوم في السودان، ونجبر الشركات الأمريكية التقسيم بتاع اليورانيوم يكون في السودان والتقسيم بتاع الصمغ العربي والأدوية يكون في السودان. انت فاهم القصة دي؟ عشان أمريكا تكون هي الشريكة الأساسية عشان ما تكون ضدنا، لأنه أمريكا إذا عرفت السودان، عارفة السودان إذا تمت السلام وبقت دولة، دولة المواطنة، دولة السيادة الفيدرالية الحقيقية، الاقتصاد الأمريكي بينحار من قبل شنو؟ الاقتصاد السوداني، الدولة الصغيرة السكان. انت فاهم القصه دي ولا ما فاهم القصه دي؟ فيجب عليك انك انت تعرف الكلام ده كويس. اذا انت عرفته يبقى معناته لازم نتوجه للولايات المتحده الامريكيه بواسطه خبراء سودانيين حقيقيين عندهم وطنيه وعندهم خبره امنيه زاهره جدا. امريكا ما عندها عداوه مع السودان كحركه اسلاميه او كدوله راعيه للارهاب، لانه امريكا لا يمكن تكره الارهاب وتخلي
رجال المخابرات بتاع الارهاب ذاتهم في دولته محمد العطا وغيرهم بياتوا فيدرالية انه امريكا سحمت او خلت السفاره الامريكي السفاره السودانيه موجوده في امريكا والجاليه السودانيه من المؤتمر الوطني والحركه الاسلاميه موجوده في امريكا كويس ورجال المخابرات السودانيين كلهم في امريكا وبيحملوا جوازات امريكيه يبقى انه امريكا ما عندها مشكله اصلا مع الحركه الاسلاميه واذا كان عند امريكا عندها مشكله مع الحركه الاسلاميه كيف امريكا تكون عندها اكبر قاعده في الشرق الاوسط كويس في اسمه ده في قطر طيب قطر ما دولة إسلامية ليه أمريكا ما سحبت قواتها يبقى أنه الكلام ده هنا فيه خطأ الخطأ ده لازم يتعالج ده خطأ اقتصادي خطأ أنه أمريكا ما دايرة لها ضرة في العالم تنافذها في الاسم ده في الاقتصاد العالمي والمصريين ما دايرين دولة مويتنا دي والأعصار حقتنا دي تنافذها كويس في الزراعة وتنافسها في أي حاجة يبقى أنه المخابرات المصرية عندها حق أنها هي تشوف كيفية مصلحة الشعب أي مخابرات دولية عندها حق أنها تشوف في مصلحة الشعب يبقى نحن دارين مخابرات تكون عندها مصلحة في حق الشعب حقها وليس نحن ما دارين نعاد أي دولة ولا حنعاد أي ديانة دارين دولة دولة المواطنة دولة السيادة جينا الدول بتاع الاتحاد الأوروبي هنا لقينا أنه الدول محكومة بالإنجيل محكومة بالدين المسيحي لكن ما أدى حرية الأديان طيب لماذا نحن نحكم بالإسلام وندي حرية العديان ما شاء فاليوم من شاء فليكفر فدي الدولة اللي نحن دايرينا إذا دايرين الدولة دي قلنا نحن لازم نمشي صح ولازم نراجع نفسنا ولازم نجيب ناس أنه فعلا صح عندهم البوين عندهم الشجاعة العدبية وعندهم علاقات دولية وعندهم خبرة عشان يقولوا أنه الدولة دي عيبة وين أصلا العيب ما بين حميدتي وحمدوك ولا عيب بين حميدتي وبرحان ولا بين إلى الحميد العيب أكبر من كده المشكلة أكبر من قصة حميدتي وحميدتي هو مصنوع وأكبر من اللي بيصفقوا له ودل كلهم دل كلهم ما فاهمين حاجة في الجيش في حاجة اسمها كهنة ودلقان الكهنة دي بنطفوا بها البوت والدلقان ده برضو البندقية بصنفروا بها ولا أي حاجة انت فاهم دل كلهم كهن في الجيش يعني في الجيش لما تقول لزول كهنة دل كهن ما عندهم حاجة أصلا يعني انت فاهم القصة دي فيبقى أنه الكلام ده لازم أنه ناس تخط له اعتبار الناس تخط له اعتبار تخط في عين الاعتبار أنه نحن لازم نكون عندنا علاقة دولية مع أمريكا علاقة رسمية لأنه انت لا ممكن تكون ركب سرجان وجع الحركة الإسلامية خسرت أمريكا والسماسرة كترو في الحركة الإسلامية لما الحركة الإسلامية دخلت لما أمريكا لقت أن الاقتصاد السوداني ممكن يدمرها قامت دمرت البرازيل باقتصاد بسياسات دمر البرازيل لأن الأرضية الأرضيتين الوحيدين دولتين اللي بينافسن أمريكا في الزراعة الأسمنت البرازيل والسودان عشان كده الحتة دي الناس ما التفتت لها ولا خبراء السودانيين ولا المهندسين السودانيين والدكاترة السودانيين بيخافوا من التصفيات انت بتخاف ليه انت ما تخليك شجاع في وطنك يا اخي عشان كده لازم نتوحد قوتنا في وحدتنا لك التحية عمر كويس انا سوداني انت سوداني لكن السودان ده انسان شجاع مع احترامنا للقادات في حياة القادة والاركانه في الجيش وفي الشرطة وفي غيره لكن الكلام ده داير منكم انسان شجاع يمرق يتكلم وتعبوا الناس تمرقون في الشارع ما تقولوا انتم يدكم ملوية بهنا ويدكم ملوية بهنا ما ينفع سنة 90 92 91 93 استوردتم من الصين اكثر من 468 مليار دولار اسلحة الصين جاء شارد منكم في البترول الخلاكم انه لبتوا 300 بير لبتوها من الجنوب شنو لانه كنتوا كان مديونين لو كان زحرتوا للشعب السوداني الصين ما حتشيل قروشة انت فاهم القصة ولا ما فاهم القصة فيا جماعة خلينا نكون كلام صح عشان ما نقول خلينا نبني دولة ونبني دولة الدولة دار معرفة ما قصة أن إيزو القاري جيبونا الناس نحن نتدرب والما قاروا جامعات دي كله ناس المهايدة الأولية دي بس ناس اللي اتدربت كورسات نحن أنا ما قريت جامعة ما عندي فلسفة في الجامعة لكن نحن اتدربنا كورسات أخذنا دورات كثيرة أكثر من 26 دورة الناس خليها تكون عندها وعي تام وتكون عندها خبرة لبناية الدولة الدولة بتتبني بالدكتور أو عنده دكتور ولا عنده بروفيسور ده كله كلام ساكت مصر قال محتاجة لأحد ما محتاجة كيف مصر من حقها أن هي تلعب دور عشان تعيش شعبها يا جماعة أي دولة عندها حق أنها هي أو أي مخابرات دولية عندها حق أنها هي تمشي تجهز وتشوف دخل لشعبها ما عندها شعن أنه أنت تكون زي الصومال ولا تكون زي السودان هم دارين شو مصلحتهم وين خلاص قصة انتهت لحد هنا لو جيت انا اكمل لك القصة لما حاصروا السودان ده وجو حاصروا تم الحصر للسودان تمام
كويس. قاموا السماسرة الدوليين عشان ياكلوا السودان ده زياده ويدمروا له 100 سنه لقدام. امريكا شافت الكلام ده ما كفايه، حصروا السودان ده دوليا، حصروا من ما لا يصدر ولا يورد. قاموا قالوا والله ندوكم منفذ واحد، منفذ واحد بس. شنو؟ قال السمق. السمق غير السمق العربي ده ماله؟ قال ده والله ادويه، والادويه دي العالم ما يموت عشان العالم. طيب احنا شعب السوداني ما بشر؟ العالم ده شنو ما يعني الصينيين، العالم ده كله عشان الدواء ما يموت والشعب السوداني يموت جوعا؟ انا ما بعرف انا هنا الكلام ده كان قلته قبل كده لما كان الناس اللي قاعدين في الحكومه كانوا خرفان كبشان ما عندهم عقليه بتاعت بشر. انا ما دام ان انت حضرتني امريكا حضرتيني وقلت لي والله يا اخ ما عندك اي حاجه تصدرها الا السمغ العربي ده، معناته انت محتاجه صح؟ اي برقد قفا بقول له والله ما في مشكله. مشروع الجزيره كيف؟ بس مشروع الجزيره فقط. امريكا هتقول لك لا نحن حذرناك من الزراعه ومن التصنيع. اقول لك خلاص يا زلمه انا والله جيشي ده كله بكبه في الحدود، ما في ولا سمغه واحده تطلع. الله اكبر، والعزه للسودان وحمايه السمغ السوداني، السمغ العربي السوداني. انت فاهم القصه؟ وهو سمغ افريقي السوداني بالمناسبه، سموه السمغ العربي وعرب انهم سمغ. انت فاهم القصه دي؟ هي دي ذاتها داير لها معالجه. فهمت؟ لا 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 احنا بنحلوها لكم. وين؟ قاموا السماسره جاروا قال لهم امشوا المانيا. المانيا فيها شنو؟ النازيه الالمانيه. الحركه الاسلاميه مشت جرت للنازيه الالمانيه. النازيين قال لهم يا اخي والله نحن ما عندنا مشكله في الموضوع ده، لكن حقنا وين؟ قالوا مين ندفع لكم؟ قال لهم انتوا ما تدفعوا لنا، نحن نكون شركاءكم. نديكم منفذ نكون شركاءكم وتلقوا قروش مليارات الدولارات، ونحن ان شاء الله حنصدر لكم ونورد لكم، وان شاء الله حتتطوروا في الاتصالات، وبواسطه الاتصالات ده حتوردوا الكوابل. والكوابل جابوا السماسره، والله العظيم جابوا سماسره ادوا لهم انه الكيبل ده بيطلع من المانيا والاستثمار حقه، والتليفون بيجيب كم، والناس حتتكلم بكم، والتليفونات دي دخلها اكثر من البترول. الاسلاميين حبقوا دبق قالوا 100%. الشعب السوداني بياكل كيبل ما بياكل كيبل ما فكروا فيه، فكروا انه بس يجيبوا قروش كيف. قالوا الامريكا نحن موافقين موافقين. هاي مش جابوا الكشف بتاع السلكيه لا سلكيه. امريكا قال لهم لا انا ما بتعامل معكم مع وزاره حكوميه، بتعامل مع قطاع خاص. قاموا الاسلاميين مشوا رجعوا دقوا الجرس في الدلاله، باعوا السلكيه لا سلكيه كنغرن 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 كنغرن، باعوها بمليون دولار. والله العظيم وزاره بتاعت الاتصالات اتباعت بمليون دولار، اقسم بالله العظيم لفلان جايينه عنده يوم باعوها. امريكا قال لهم والله انا عشان انه تتطوروا في الاتصالات انا حجيب لكم الخبراء السودانيين عندي. امريكا جابت العملاء الخبراء العملاء الجواسيس الامريكان السودانيين الموجودين في امريكا، منهم دكتور مالك منير ودكتور عبد العزيز واخرين. جو عملوا الشركه السودانيه للاتصالات المحدوده السوداتين. المان قالوا نحن شركائكم، حنجيب الكوبانيات من الكوبانيه سعه 30 الف مشترك لحد سعه 100 الف مشترك، وحد ما الشغل بتاع الدي بي، ولحد الشغل بتاع المنهولات من اس 3 لاس 2 لاس 1 لاس 0 لاس ما بعرف لك بتاع، ونجيب لكم البايبس المواسير والحاجات دي كلها. ويلا بدا السوداتين 99 99 98 99 2000 2001 2002 خلوا لك السودان ده فسحه، يرفعوا لك كيبل كده ابو 10 يقول لك يا اخي السوداتيل في خدمه الشعب، وان شاء الله المواطن لما يجي بيلقى التليفون جنبه. يا اخي بياكل الكيبل ده وبياكل شنو المواطن؟ المواطن انت اسمع الغباء ده كويس. والله عندنا حاجات قلت لك في تمثيليات كده لما واحد يحكيها والله يخجل يكون يقول انا يخجل يقول امو له سودانيين. فهمت؟ قاعدين نعاين ساكت وما في عندنا حاجه، ما عندنا اي شيء، وزاد قاعدين في جوا المنظومه دي وقاعدين نعاين وبنسجل بالمناسبه. يعني الحاجه اللي نفعتنا نحن رغم انه اشتغلنا في كل المؤسسات دي لكن بنسجل ومرقنا برا هنا عشان نوريكم هوي الناس دي سوى كده. تجي تقول لي لا لا ديل كان مع الناس ديلك. طيب مايونيز البوريك اللي كان قاعد ياكله منه، انت فهمت؟ كويس؟ الناس دي لما يوصلوا مرحله معينه، الشركه بتاع سيمنس الالمانيه اكبر شركه بتاع وزاره الدفاع الالمانيه، اسمع الكلام ده كويس، شركه سيمنس الالمانيه
دي الشركه بتاعت وزاره الدفاع الالمانيه بتاعت اكبر شركه في المخابرات الالمانيه سيمنز. كويس؟ وسيمنز هي الشركه الوحيده ممكن ان شاركت يعني في الحرب العالميه الاولى. فهمت؟ في الحرب العالميه الاولى في النازيه. الشركه دي هي الشركه اللي هي مسؤوله من جمهوريه المانيا الاشتراكيه ولا هي فيدراليه؟ تقريبا الاشتراكيه. كويس؟ عدل اي كوبانيه في السودان جابوا شوف دي بكم مليار. السودان فيه كم مقسم؟ فيه كم كوبانيه بتاع السودان؟ خليني من مقسم ده ممكن ما تعرف انت. طيب فيه كم كابينس هاوس؟ فيه كم كابينه صغيره كده في داخل الاحياء؟ كم؟ يعني بيوت صغيره